فقط وحصريا على موقع أنا السلفي. يقول: فتلك في الحقيقة عوار وعيرتها مدة. عوار يعني حاجة سلف، انت عطوها لك مدة، النفس خدتها مدة، ولازم تسلمها ولازم تتاخد منها. الأولاد، الأهل، كل دي حاجات خارج الإنسان، خارجه، ستعطاها مدة تمتحن بها لينظر كيف تعمل. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. فأنت هتتاخد منك، هتتاخد منك، منزوعة منزوعة. بص الأجيال السابقة كان عندهم الحاجات دي ولا لأ؟ وكلها اتخذت منهم، وكلها فقدوها بعد ذلك، سواء ملك، سواء جاه، سواء مال، ملابس، مراكب، بيوت، وإلا ما كنا سكننا احنا. فتلك في الحقيقة عوار وعيرتها مدة، ثم يرجع فيها المعير، المعير اللي هو سلفها لك، اللي هو أعطاك تملكها صورة أنت لا تملكها حقيقة. الملك لله سبحانه وتعالى، هو عز وجل الملك الحق، الملك الحق المبين. أنت لا تملك في الحقيقة شيئا، أنت تعار مدة ثم تؤخذ منك، فأنت مسؤول عن ذلك. يرجع فيها المعير يأخذها منك، فتتألم وتتعذب برجوعه فيها بحسب تعلقها بها. شدة التعلق، اتشدت، تتشد بالإيه؟ باللحم والعظم، تتشد تكسرك. لو هي حاجة بسيطة تعمل إيه؟ اتخذت يا سيدي. رأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت، فأرادوا أخذ عاريتهم، أكان لهم أن يمنعوهم؟ قال: لا. قالت: فاحتسب ابنك. أم سليم رضي الله عنها لما مات ابنها قالت لأبي طلحة ذلك بعد أن تزينت له وعشرها، وهي اللي عارفة أن الصبي إيه؟ مات ودفنته كمان. دي حاجة عجيبة جدا. إيه القدرة جت منين دي على أن الإنسان ما يتعلقش بشيء أبدا، حتى ابنه بهذه وده مش مع أن في رحمة عظيمة جدا، ولكن ما فيش الحزن على الفوات، ولذلك مستعد يضحي بأي حاجة طالما ان ربنا امره بها، حتى النفس. ولذلك ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. قل: هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيره انا ومن اتبعني، وسبحان الله وما انا من المشركين.